بعد تعزيز قبضة المحافظين في إيران، ما هو الثابت والمتغير في نهج إبراهيم رئيسي؟ هل سيتخذ قرارات صعبة في مواجهة المشاكل الاقتصادية والسياسية؟ وهل سيبقي على نهج بلاده مع دول الجوار العربي؟ أم نشهد تغيرات جذرية؟ وإلى أين تتجه العلاقات الإيرانية مع أوروبا وأمريكا؟ انتخاب رئيسي، الدلالات والتأثيرات، ندوة ينظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، الأحد 11 من يوليو 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فقط على الجزيرة مباشر ومنصاتها ومنصات المركز.